السودان مهد حضارة إنسانية صنفت ضمن أقدم الحضارات البشرية وأعراقها. شهد السودان عهوداً ازدهرت فيها نهضته إبان ممالك كوش ونبتة ومروي القديمة. وكانت مملكة مروي القديمة أول من صهر الحديد وبرع في استخداماته. وطورت مملكة سنار استعمال الحديد في مجال الحماية والتدريع. لاحقاً نجحت الدولة المهدية في إنتاج البارود والذخائر واستخدمتها في الأسلحة النارية التي غنمتها من خلال معاركها ضد الاستعمار. شهد عهد الرئيس الفريق إبراهيم عبود 1958-1964 بواكير الصناعة الحربية الحديثة في السودان، إذ تم في عام 1960 وبحضور إقليمي كبير افتتاح أول مصنع لإنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة بالخرطوم. على عهد الرئيس المشير جعفر نميري عام 1969-1985 تم تأسيس وتطوير أفضل للصناعات الدفاعية تحت مظلة المؤسسة العسكرية الاقتصادية. وامتداداً لهذا الإرث التاريخي، كانت البداية الفعلية للصناعات الدفاعية في السودان هي إنشاء هيئة التصنيع الحربي في عام 1993 مع بواكير عهد الإنقاذ الوطني. هدفت الرؤية الاستراتيجية لتأسيس هيئة التصنيع الحربي ورسالتها لسد الاحتياجات الدفاعية الوطنية الملحة وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتقديم الحلول لمجابهة التحديات، علاوة على تطوير إمكاناتها وقدراتها الذاتية بما يمكنها من أداء مهامها وتقديم منتجاتها وخدماتها بكفاءة وفاعلية. تميزت هيئة التصنيع الحربي ببناء منظومة صناعية متكاملة ذات إمكانات وقدرات تقنية ومعرفية متنوعة تتمثل في الآتي: كوادر بشرية جديرة، قدرات هندسية وتصنيعية متطورة، مجمعات صناعية متكاملة، مراكز بحوث متقدمة، بنى تحتية صناعية عريضة. تعمل هيئة التصنيع الحربي في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية التي تشمل إنتاج الذخائر، إنتاج الأسلحة، إنتاج الدروع ودبابات القتال الرئيسة، صناعة المتفجرات والمواد المساعدة، الصناعات الكيميائية، المهمات والتجهيزات، الصناعات الإلكترونية، صناعة الطيران، صناعة البحرية، صناعة المركبات، الصناعات الفضائية، الخدمات والصيانة والعمرة والإدامة، البحث والتطوير. أنظمة القوات البرية. تنتج هيئة التصنيع الحربي أسلحة القوات البرية الآتية: المدرعات، وتشمل ما يلي: دبابات القتال الرئيسة، العربات المدرعة، ناقلات الجنود المدرعة المجنزرة والمدولبة، العربات القتالية. أنظمة المدفعية والمدفعية الصاروخية، وتشمل الآتي: قاذفات الصواريخ، المدافع ذاتية الحركة، المدفعية الثقيلة، مدافع الهاون. أسلحة المشاة، وتشمل قاذفات القنابل، مضادات الدروع، الرشاشات، البنادق الآلية وبنادق القناصة، المسدسات ومشبهات الأسلحة. المهمات والتجهيزات العسكرية. عمدت الهيئة لإنتاج المهمات العسكرية والتجهيزات والمعدات الخاصة كالملابس، الأحذية العسكرية، الخيام، العلامات، الأنواط والنياشين، خزانات الوقود، خزانات المياه، الورش المتحركة، المستشفيات المتحركة، ومعدات تحريك التربة، تجهيزات الجسور والكباري. خدمات القوات البرية، وتشمل تقديم خدمات إدامة وصيانة وترفيع الدبابات والمدرعات والآليات، خدمات صيانة منظومات الأسلحة والمدفعيات، خدمات تدريب الأطقم. ذخائر أنظمة البرية. وفي مجال ذخائر أنظمة البرية ومدخلاتها، فإن هيئة التصنيع الحربي
تنتج ذخائر الدبابات، ذخائر المدفعية، الذخائر المضادة للدروع، الذخائر شديدة الانفجار، ذخائر البنادق الآلية والرشاشات المتوسطة والخفيفة، ذخائر المسدسات، المتفجرات والمواد المساعدة، مادة TNT ونترات السيليليوز. مدخلات إنتاج الذخائر. أنظمة الاتصالات العسكرية والصناعات الإلكترونية. تتميز هيئة التصنيع الحربي بإنتاج منظومات وأجهزة الاتصالات العسكرية المتطورة الآتية: أجهزة الرؤية الليلية والنهارية، الكاميرات الحرارية، أجهزة تحديد المدى استطلاع، المناظير، أنظمة الرادارات الأرضية، أنظمة القيادة والسيطرة، أنظمة الحرب الإلكترونية، الأنظمة القتالية للجنود، البرمجيات المستخدمة في الأنظمة الدفاعية والمدنية، خدمات الإدامة والصيانة والتدريب. دخلت هيئة التصنيع الحربي في مجال صناعة الطيران وفقاً لمنظومة متكاملة، وهي تنتج طائرات التدريب الخفيفة ذات الجناح الثابت والمروحيات، تسليح الطيران، ذخائر الطيران. الخدمات وتشمل التحديث والصيانة والإصلاح، خدمات التدريب، تدريب المهندسين، التدريب التجسيري. أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي والأسلحة والمدفعيات، رادارات الإنذار المبكر، أنظمة الكشف والتوجيه، أنظمة السيطرة والقيادة للدفاع الجوي. أنظمة البحرية. في مجال الصناعة البحرية أقامت هيئة التصنيع الحربي منظومة متكاملة تضمنت تصميم وصناعة الزوارق والقوارب النهرية، تأهيل وصيانة السفن والقطع البحرية والنهرية، التطبيقات البحرية العسكرية، بناء أنظمة التدريب والتأهيل. كما تنتج الهيئة قوارب العمليات الخاصة والقوارب ذات القدرة العالية على المناورة. تساهم هيئة التصنيع الحربي في دعم وتطوير القطاع الصناعي بالبلاد عبر تقديم الاستشارات والحلول الصناعية، تحديث وأتمتة خطوط الإنتاج، توطين الصناعات الحيوية، تصنيع العدد وقطع الغيار. تمثل هيئة التصنيع الحربي نموذجاً للتميز من خلال قيام كافة منشآتها على أسس الحفاظ على البيئة والسلامة المهنية، وتشدد الهيئة على الحفاظ على بيئة نظيفة عبر تأسيس معامل قياسات بيئية لضمان الحفاظ على البيئة وضبط مستويات التلوث وفقاً للقوانين المحلية والعالمية. تلتزم الهيئة بالنظم والمعايير الدولية، حيث عمدت إلى خلق شراكة مثلى مع المجتمع، وذلك من خلال الالتزام بتقديم منتجات وخدمات بمعايير عالمية، المساهمة في تنمية ورفاه المجتمع، رعاية البحث العلمي والإبداع والابتكار. ركزت الهيئة ومنذ تأسيسها على رفع قدرات منسوبيها، وذلك بتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التطور الصناعي، وسعياً لإضافة مزايا تنافسية وتقنية لمنتجاتها وخدماتها، وتقديم الاستشارات والحلول للقطاع الصناعي. وكثمرة لمراحل تطورها الاستراتيجي وتوسع إمكاناتها وقدراتها ومعارفها وتنوع مجالات عملها وعلاقاتها الخارجية، واستشرافاً لنقلة جديدة في عملها، تخطو هيئة التصنيع الحربي بثبات نحو أداء رسالتها التي تطلع بها وطنياً وإقليمياً وعالمياً لتحقيق ريادة إقليمية وتقديم منتجات وخدمات بمعايير عالمية في المجالات الدفاعية والمدنية بما لديها من كوادر جديرة وأنظمة متطورة بعون من الله وتوفيقه.